ينضم إلينا مدير عام صحة في غزة دكتور منير البرش. دكتور منير، أهلا بك معنا، صباح الخير. أهلا بك، أهلا بك. أسألك في البداية دكتور، ما الذي حصل معكم وهذه عملية النزوح بشكل إجباري واضطررتم إليها، كيف كانت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في مركز جباليا الطبي بعدما أخرجنا الاحتلال من الشفاء إلى الأندونيسيا، المستشفى الأندونيسي في الشمال، ومن ثم تم محاصرتنا في مستشفى كمال عدوان. فتحنا فتحة في السور وأخرجنا الجرحى والشهداء، أكثر من 100 جثة دفناهم في وسط سوق جباليا. ثم بدأنا نحاول أن نساعد الإخوة المحاصرين، لأن الاحتلال أطبق عليهم بجميع جوانبه. أدخلنا بعض السولار وبعض الطعام في اليوم الأول، لكن هذا الأمر استمر والاحتلال أصبح مسرورا على مستشفى كمال عدوان. فتحنا مركزا طبيا بجوار في نفس المنطقة. هذا المركز يعني لأنه الآن أصبحت منطقة شمال غزة بدون أي من الخدمات أو العيادات أو النقاط الطبية، فتحنا هذا المركز الطبي وبدأنا نستقبل الحالات. نستقبل 300 حالة في اليوم طبعا، ويقوم الأطباء بأداء كل شيء، لكن لا نستطيع إجراء عمليات لأن العمليات تحتاج إلى غرف عمليات وأيضا إمكانيات أخرى، وتم تحويل الحالات الصعبة إلى المستشفى المعمداني. جلسنا في هذا المركز أكثر من يعني 9 أيام ونحن على هذا الطريق. طبعا كان الاحتلال يتواصل ويهددنا دائما كما هددنا قبل ذلك في مستشفى كمال عدوان والأندونيسي والشفاء، إخراجكم من المكان. وبدأ بقصف المسجد المجاور لهذا المركز، وهو اسمه مسجد المصباح المنير، قد بني حديثا. هذا المسجد يعني نتج عنه استشهاد يعني بعض الإخوة، وأيضا إصابة أكثر من 20 مصابا. في اليوم التالي قلنا للشباب في الكوادر، هذه رسائل لكم بالدرجة الأولى، لا يريد أي مركز طبي يعمل ولا يريد إنارة بالليل. الاحتلال عدوه الضوء وعدوه الإنارة، فشمال غزة معتم ولا تجد ضوءا واحدا في كل الشمال. فلذلك حتى في غزة هذا الأمر، لا يريد أي عمل بالليل ولا يريد أي إنارة ولا يريد بخدمة المصابين، يريد أن يموت المصابين من القصف ويركز قصفه بالليل، فيريد أن يعني يموت الناس يعني تحت القصف نزفا وكذا ولا يتم معالجتهم. فأخبرنا الجميع أن هذا رسالة لكم. في اليوم التالي يعني مباشرة في بيت مجاور ملاصق لنا، في الغرفة المجاورة أين أنام، قصف الاحتلال هذا البيت قصفا عنيفا. دخل وبعض طبعا هو سبق ذلك، هم يعلمون بأنكم موجودون في هذا. نعم يعلمون ويعلمون المركز ويتواصلون معنا بالواتساب وبالتليفون. أطبقوا إنارات ما يسمى الفوانيس، وكانت طائرة الكواد كابتر تحمل فانوسا من هذه الفوانيس، وبقيت تعطي أبعادا للمركز وللأماكن المجاورة. طبعا بعد ذلك تم قصف المبنى المجاور، استشهد ما يقارب 6، وأيضا دخل جميع الركام و في الغرفة التي أنام بها أنا وابني، معي يشاركني هذه المأساة وهذه الحرب. طبعا أنا احتضنت ولدي، فنزل جميع الركام على ظهري والشبابيك والزجاج، حتى الباب تفتت عشرات البقاع، وكنت يعني أعتبر نفسي من الشهداء، لكن الأمر لم يتم في هذه المرة، وحظا أوفرا إن شاء الله في مرات قادمة. وجدت نفسي كيف أنجو، لكن الله هو المنجي وهو الباعث للحياة وهو الرزاق وهو الكريم. دخل الشباب مباشرة على أنه لابد أن تكون إصابة محققة،
لأن لأن الحائط قد يعني نزلت علي وعلى ولدي وعلى الجميع. كان الاستهداف بشكل يعني صعب جدا. الله عز وجل سلم وهو المحيي وهو الذي يعني يقدر الأشياء. نحن لا نخاف من قدر الله عز وجل ولا نفر من قدر الله إلى قدر الله. ولذلك يعني بعدها خرجنا بالليل وكنا مع المجموع من الكوادر الطبية، أوينا الجرحى. كان طبعا 3 أطفال موجودين على جرات الأكسجين، حملنا لهم جراتهم معنا إلى مركز إيواء قريب من المدرسة وأملناهم، وكنت في حالة عياء شديد من جراء القصف. ارتحنا في الصباح وبادرنا، رجعنا إلى العمل يعني مباشرة الساعة 9. نظفنا المركز وأحضرنا جرافات شالة الردم وشالة الأوساخ. جاءوا المتطوعون من أهل جباليا الكرام، نظفوا المركز وغسلوه غسلا جميلا وأعدناه للخدمة، واليوم يشتغل المركز. دكتور منير، الحمد لله على السلامة. هل تقصد هو نفس المركز، مركز شهداء جباليا الطبي؟ نعم. نعم. نعم 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 تفضل. هو فيه وأنا أحدثك منه الآن. طبعا الحديث الحقيقي اللي لابد أن يتحدث فيه هو ما يحصل الآن في مستشفى كمال عدوان. اتصل فيه قبل قليل مدير المستشفى. الاحتلال بعدما يعني حتى أسلسل الأحداث، بعدما هو حاصر المستشفى ودخل اقتحم واقتحم واعتقل 70 من الموجودين. أخذ الناس فوق 16 سنة من الرجال وأخذهم إلى حوض كنا قد أعدته بلدية بيت لاهية للصرف الصحي، أجلسهم على الرمال 7 ساعات. اعتقل من اعتقل، وطبعا تم تعريتهم بالكامل، وهناك صور سأرسلها أيضا لكم كيف يعني يعري الكوادر الطبية ويتركهم في العراء، وأيضا بشكل صعب جدا في هذا الصقيع. اعتقل من اعتقل وعلى رأسهم طبعا مدير المستشفى الدكتور أحمد الكحلوت. قبل قليل طبعا بقي في المستشفى المصابين وتعدادهم يعني ما يقارب 65 جريح، 12 طفل. هؤلاء يعني بقيوا في المستشفى مع 5 من الطواقم الطبية. الآن الاحتلال يشتغل بهؤلاء الأطباء كل يعني 2 3 ساعات ينادي بالميكروفون على الدكتور حسام أن ينزل الجرحى، فعلى ذلك خلال 24 ساعة 3 مرات بالضبط. قبلها آخر مرة كان الساعة 2 باليوم الصباح أنزلوا الجرحى، يجلسون في العراء ومن ثم يأمرهم بالصعود ومن ثم ينزلوهم إلى العراء في عملية إذلال مباشر. حدثونا أنه تم الإطلاق النار على 5 من المصابين، وهذا هذا العاجل في الأمر. أحرق المستشفى المولدات الكهربائية، محطات الأكسجين، الأرشيف، الصيدلة، بحيث لا يتم إعادة تشغيل المستشفى بأي شكل من الأشكال. طبعا يحضر جرافات كبيرة لا نراها قبل ذلك، 2 رأيتها في مستشفى الأندونيسي وهذه المرة في كمال عدوان. هذه تزن فوق 80 طن، تمشي بالمستشفى في مباني المستشفى، أخذت مبنى كامل ومعه المولدات ومحطات الأكسجين والسيارات ودمجته في زاوية من زوايا المستشفى. هذه يعني أنا بحسها يعني هي إيصال رسالة لكم دكتور تحديدا بأنه لا يمكن أو إخراج هذه المراكز الطبية والمستشفيات عن العمل، ولا يمكن العودة إلى إصلاحها بشكل طبيعي أو بسيط على الأقل كما تفعلون ببعض المراكز. جزاك الله خيرا. هو يفعل ذلك وفعل هذا الأمر، حرق المولدات، خزانات المياه، الأرشيف المركزي، الصيدلية، محطات الأكسجين، وجمعهم مرة واحدة في زاوية من زوايا المستشفى. الآن أيضا وأنا أتحدث إليكم نادى بمكبرات الصوت لإنزال الطاقم الصحي مرة أخرى. طبعا عندما أنزلوهم 2 ليلا اليوم، أحضروا معهم الدكتور أحمد الكحلوت أبو حسن الذي اعتقل وهو مدير المستشفى، وطلبوه بإحضار اللابتوبات
وأحضار الراوترات وكل الأشياء الخاصة بالمستشفى طبعا، وفي نفس الوقت أطلق النار على أرجل الناس الذين يجلسون في الأعراف. يبصر وقف القريب الله يلعنه. طبعا الخوف والرعب هو سيد الموقف، شيء مخيف جدا جدا ما يفعله الآن الاحتلال بالمصابين وأيضا بالجرحى. وهذا الأمر الحقيقة يعني جزء من عقيدتهم وإذلالهم للناس. طبعا إذا بدنا نتحدث بشكل شامل عن ما يقع في غزة الآن، يعني من مراكز الإيواء وكيف حالة التجويع الحاصل، نحن في مراكز الإيواء يعني آخر إحصاء نتحدث عن 700 ألف طفل موجود في مراكز الإيواء بشكل كامل في قطاع غزة، أكثر من 50 ألف سيدة حامل، أكثر من 350 ألف مريض مزمن، هؤلاء منهم 1100 مريض غسيل كلى، في 50 ألف جريح طبعا، هؤلاء جرحى موجودين في بعضهم في مراكز الإيواء ممكن ينتقل الوباء أو كذا. من هؤلاء 50 ألف 8000 في حالة خطرة يحتاجون إلى العلاج بالخارج مباشرة. طبعا هذه الإحصائيات وهذه الأرقام تقوم بها وزارة الصحة. الاحتلال يعني حتى أنه لم يترك الكوادر الصحية، قتل أكثر من 94 ممرض، أكثر من 58 طبيب، أكثر من 26 طبيب أسنان، أكثر من 30 صيدلي، أكثر من 24 مسعف، 13 أيضا من التحاليل الطبية وأخصائيين التحاليل الطبية، أكثر من 17 إداري، وأكثر من 6 من أصحاب التخصصات في العلوم الطبية والأكاديميين، أيضا أخصائي الأشعة 3 ومفتشي الأغذية 1 وأخصائي العلاج الطبيعي 6. الاحتلال طبعا لا أنسى أخصائي العيون أيضا 4 من أخصائي العيون. الاحتلال استهدف بشكل كبير جدا جميع كوادرنا الطبية وأخرج منظومتنا الصحية عن العمل، وهو يقصد بذلك شلل كامل في قطاع غزة. حتى لا أنسى حظ مستشفى العودة، لأن مستشفى العودة ما زال محاصرا لليوم العاشر في شمال غزة، فيه 240 شخص موجود في المستشفى، 90 من الطواقم الطبية والجرحى والأطفال، 17 طفل مولود، 90 من الطواقم الطبية حكيمة، و160 من الجرحى. الحقيقة ما زال مستشفى العودة محاصر، من يخرج رأسه من الطابق الثالث يطلق عليه الرصاص، حاول اثنين من الموجودين بالصعود إلى الطابق الرابع أطلق عليهم رصاص، استشهدوا ودفنوهم داخل المستشفى. مستشفى العودة يناشد الجميع بإدخال المياه على الأقل للأطفال، إدخال الغذاء، إدخال الدواء. القناصة الإسرائيلية متواجدة بكثرة على المباني. الاحتلال كل لحظة يهددهم وينزلهم بنفس السياسة التي يفعلوها مع مستشفى شمال عدوان. هذا باختصار المشهد الذي نعيشه في قطاع غزة وخاصة في شمال غزة، حيث يظهر أن الاحتلال مسعور بمعنى الكلمة في الشمال، يريد أن ينتقم من المدنيين بشكل واضح، من المستشفيات بشكل واضح، وهذا يعني يتأتى من أنهم يتوجعون من أهل الشمال، فلذلك هم ينتقمون ويستقون على المدنيين والأطفال والشيوخ والنساء. هناك شهادات كثيرة للذين اعتقلوهم، هذه الشهادات أرجو أن يؤرخ وأن تسجل، لأن الناس والذاكرة تضعف وتنسى. شهادات مريرة جدا جدا، وخاصة من الذين تركوهم الاحتلال بعد 7 ساعات، قالوا بالحرف الواحد أنهم تعثروا ليلا بجثث الشهداء الملقاة في دوار أبو عيطة وفي دوار الشيخ زايد، وكان الأطفال وجثث الشهداء من النساء هم أمامهم ولا يستطيعون فعل شيء، لأنهم مأمورين بالخروج في ممر آمن حتى يصلوا إلى هناك. شكراً.